هنحتاج في الكب كيك بتاعنا بالشوفان والفواكه المجففة للأطفال، هنحتاج 300 جرام من الشوفان، 8 جرام من البيكنج باودر، كمان عندي 2 بيضة، 2 موزة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وعندي 100 جرام من الدقيق، وكوباية سكر، وكمان عندنا كوباية لبن، كوباية صغيرة من الزبدة، وبولة من رقائق شوكولاتة، بولة متوسطة من الزبيب، لوز مهرمش، وكمان فستق مجروش. وهنجيب أحلى قالب كب كيك دلوقتي أكيد طبعا، يعني هنتساعد النهاردة أهو. طيب عندي المكونات دي كلها، بعمل فيها ايه؟ اول حاجه ببتدي فيها في مكوناتي وهي الموز، باخد 2 موزه بهرسهم يبقوا معايا ناعمين جدا وحلوين جدا اهو بالشكل ده. هاخد الموز اللي حضراتكم شايفينه ده بالنفس الشكل ده، بتهرسيه ناعم قوي، ونقوم نازلين بيه في العجان بتاعنا او في البوله بتاعتنا، يعني احنا ممكن نشتغل زي ما احنا عايزين. هاخده مع ايه؟ هاخده مع السكر، ومعاهم البيض، ومعاهم الزبدة، الزبدة اللي هي طرية خالص ويعني بدرجة حرارة الغرفة. هعمل كده ونضربهم مع بعض حلو قوي. يلا بينا. وهاخد الشوفان نفسه وهسيب شوية، وانا بخلط هبتدي اضيف البيكنج باودر او البيكنج صودا براحتنا خالص، ومعاهم الفانيليا. يلا بينا. انا مش بس كده، ده كمان انا هضيف شوكولاتة لولادنا عشان تديهم طاقة ويبقوا استفادوا وما يبقوش مستصعبين الموضوع، وانس انهم يشوفوا الشوكولاتة هيخشوا على الكب كيك بعينيهم مغمضة كيف ما كان نقول. يلا بينا. ممكن أعمل قوالب سيليكون، ممكن أدهنهم بالزبدة على حسب أنتي وضمانك للقالب بتاعك. يعني إحنا كستات أو أي كان شيف، ست أو راجل، يعني كل ست شيف بتاع بصراحة بتاع مطبخها، فعشان كده بقول اللي بيطبخ ده يعتبر بالنسبة لي أنا شيف، يعني شيف بيت. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.